وبنوصل مع بعض لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة عرض إجاباتكم ورسائلكم على سؤال حلقتنا النهاردة، وهو ما رأيك في قرار نادي الزمالك بالتعاقد مع الصربي نيبوشا لتدريب الفريق؟ هستنى مشاركتكم من خلال هاشتاج البرنامج شجع مع شيم على تويتر، أو من خلال المداخلات على الأرقام اللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة. وهنبتدي مع بعض بآراء الجمهور على الفيسبوك، وهنبتدي مع هوبا أحمد اللي بيقول أنا أهلاوي وشايف إنه قرار جيد يا شيمة، بس يا ريت المستشار يسيبه يشتغل وبعدين يحاسبه. سيد توني بيقول ان شاء الله صفقه ناجحه، ويا ريت نرجع نشوف جمهور نادي الزمالك دايما فرحان وفي نجاح بورسعيدي مصراوي. محمد ابراهيم بيقول مدرب حلو عموما وكويس انه جه، عشان لازم الاهلي كان في طار قديم لازم الاهلي يخلصوا منه. هند يوسف بتقول عادي يا شيمه هيشتغل شهرين ومحمد حلمي هيرجع. حمادة عمار بيقول قرار صائب بس عايز دعم إداري وجماهيري. وأحمد سراج بيقول نيبوشا مدرب عالمي ولا يعرف الهزيمة، وأنا فخور وأتوقع أنه هيعمل حاجة مع نادي الزمالك. باسم مرسي أو حساب باسم باسم مرسي بيقول قرار صح قوي، كمان هو ده قاهر الأهلي رايح جاي، وبالنسبة الجميلة دي مش عارفه اقرا والله، انت كاتبه فكرني بفيلم اسماعيل اسماعيل رايح جاي. ماشي معلش. اكرم فاروق بيقول مدرب يدافع فقط وبيعتمد على الهجمه المرتده وتضييع الوقت من وجهه نظري فاشل وبيفقدك متعه كره القدم. طيب هنروح بقى دلوقتي نستقبل التليفونات، ومعانا محمد من اسكندريه. صباح الفل يا محمد. صباح النور يا شيماء. قول لي بقى رأيك ايه في تولي نيبوشا مهمة المدير الفني لنادي الزمالك؟ والله يا شيماء احنا المفروض الأول نشوفه هيعمل ايه مع نادي الزمالك وبعدين نحكم عليه. يعني انت ما شفتوش مع الفيصلي الأردني، ما تابعتش النتائج، ما حاولتش تدور عليه؟ مع الفيصلي كويس، بس يعني نشوفه مع الزمالك هيعمل الأول. شكرا ليك يا محمد. عبد الرحمن من القاهرة. الو، بحبك قوي يا شيماء. وانا كمان بحبك يا عبد الرحمن. قول لي بقى رايك ايه في تولي نيبوشا لتدريب نادي الزمالك؟ هو مدرب حلو وينفع الزمالك في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا عبد الرحمن. حسن من سوهاج. حسن صباح الخير عليك. صباح الفل يا استاذه شيماء. عايز اعرف رايك في قرار اداره نادي الزمالك بتولي نيبوشا لمهمه المدير الفني لنادي الزمالك. هو حضرتك توليه المهمه كويس يا فندم. يعني انت مع القرار ده؟ مع القرار ده يا فندم. ولا عشان كسب الاهلي بس؟ لا مش علشان كسب الاهلي، انا مشجع للاهلي وبحب عماد متعب وبحب اللعيبه يا فندم، بس تقريره ان هو هيدرب نادي الزمالك بكويس يا فندم. شكرا ليك يا حسن. ومعانا صلاح من المنوفيه. صباح الفل يا صلاح. صباح النور، انا بحبك قوي يا شيم. وانا كمان والله بحبكم كلكم، بس قول لي بقى رايك ايه في قرار نادي الزمالك بتعيين نيبوشا مدير فني للنادي؟ لا هو الصراحه نيبوشا مدرب حلو قوي. ايوه قوي، وهينفع ان شاء الله مع نادي الزمالك ويقدروا يعملوا نتائج كويسه ويحققوا بطولات ان شاء الله. انت زملكاوي؟ لا انا اهلاوي. ماشي نورتنا يا صلاح. معانا خالد من اسماعيليه. ازيك يا خالد عامل ايه؟ ابدا والله. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا خالد. قول لي عايزه اعرف رايك في قرار اداره نادي الزمالك بتعيين نيبوشا مدير فني للنادي. هو بس يا والله يعني نيبوشا مدرب كويس، يعني ان شاء الله يعمل حاجه مع نادي الزمالك. انا اسمع بس برضه بحب الزمالك قوي. فربنا يكرمه يعني ويقدم مع نادي الزمالك كويس. انت زملكاوي ولا اسماعيلاوي؟ لا انا اسماعيلاوي بس يعني اسماعيلاوي بس بحب الزمالك. ماشي نورتنا يا خالد. معانا حسن من اسكندريه. الو، ايوه ازيك يا شيماء. ازيك يا حسن عامل ايه؟ الحمد لله.
قول لي، عايزه اعرف رايك في تعيين بوشا مدير فني لنادي الزمالك. مدير فني حلو جدا وهيجيب للزمالك بطولات كتير. شكرا ليك يا حسن، نورتنا في تايم اوت، وبعتذر اني ما اخدتش النهارده تويتات عشان كان عندنا معلش عطل فني في الانترنت. ان شاء الله من بكره هنرجع ناخد مع بعض هاشتاج شجع مع شيما تاني. بشكركم جدا على المشاركه معانا دايما، سواء عن طريق التليفونات او عن طريق الفيسبوك بيج دي ام سي سبورتس تي في، او عن طريق هاشتاج البرنامج شجع مع شيما على تويتر. انتهت حلقتنا النهارده، واشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 12 بعد منتصف الليل في حلقه جديده من تايم اوت. تصبحوا على خير.